انخفضت أسعار النفط العالمية في ظل مخاوف من ركود يلوح في الأفق يفوق انقطاع الإمدادات من جراء تخفيضات الإنتاج لدى أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا. وبلغت عقود خام برنت الأجلة $66 و73 سنتا للبرميل بانخفاض 30 سنتا عن إغلاقها الأخير. وبلغت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة $58.61 سنتا للبرميل بانخفاض 43 سنتا عن مستواها السابق.